بكم صباح الخير من جديد، نتمنى لكم صباح جميل. في هذه الفقرة نتحدث عن قامة أدبية أردنية، وإحنا بتشرف إنه موجود معانا القاص والروائي والكاتب المسرحي الأستاذ مفلح العدوان. وحقيقة كان في عدد من الفعاليات التي ذكر فيها اسمه كثيرا بالفترة الأخيرة، منها ملتقى القصة القصيرة حيث كرم كشخصية هذا الملتقى، وأيضا جائزة وإعلان الموسوعة، موسوعة بوح القرى، كالكتاب الفائز في جوائز جامعة فيلادلفيا الأدبية. وسنتحدث عن هذا الموضوع إن شاء الله مع الأستاذ مفلح العدوان. صباح الخير وأهلا وسهلا. أهلا، صباح الخير. صباح الخير، صباح الإشراقة الجميلة لهذا الوطن الطيب إن شاء الله، وصباح الخير على الحضور إن شاء الله يكون بمستوى العطاء إن شاء الله. أكيد شاء الله. أكيد أنتوا اللي دائما يعني تثرون المشاهد الأدبية والإبداعية والجمالية أيضا أستاذ مفلح. وبجوز نتحدث عن، نبلش بالملتقى حيث تم الالتفات طبعا لتجربتك الإبداعية، وحكيت عن هذه المسيرة اللي يعني لم تكن كثيرا مفروشة بالورود أو لم تكن سهلة كثيرا، وتحدثت عنها وتم الالتفات لتجربتك الإبداعية من خلال الكثير من الشهادات أيضا التي تحدث فيها العدد من أصدقائك والأدباء أيضا اللي يعني مطلعين على تجربتك الإبداعية. كيف وجدت هذا التكريم سامح؟ أنت حاصل على العديد من التكريمات والجوائز سابقا، يعني حقيقة الشكر كل الشكر في هذا التكريم لأمانة عمان ببيت تايكي، مديرته القاصة المبدعة بسمة منصور. ودائما التكريم حين يأتي بالوطن بعد كثير من التكريمات خارج الوطن يكون له مذاق مختلف وله حضور طيب، خاصة وأنه أنا فعلا يعني جوائزي، كل جوائزي كانت من خارج الأردن، محمود تيمور أو الشارقة أو نعم غيرها، كامل من خارج الأردن. يعني قد يكون هذا هو التكريم الأول الذي يقدم لي في الأردن وفي مستوى ملتقى عربي بحضور ضيوف عرب، وللحديث حول تجربتي القصصية. وأنا في الأساس بدأت قاصا ثم دخلت إلى المسرح، ومن ثم إلى الكتابة في المكان وإلى الرواية. يعني هذه التجربة في مجملها كانت البدايات مثلا تحول من الهندسة إلى الكتابة، الغوص نحو الجنوب في العمل في المناجم في شركة الفوسفات، التعامل مع العمال، التعامل مع الحياة، السفر، يعني هذه الخليط الكامل، الاجتهاد. أنا دائما بقول أنه أنا ما بستغرب كتير أنه اللي عندهم توجهات علمية يعني حتى دراستهم عندهم أيضا ميول أدبية. يعني دائما بنعتقد أنه الأدب أيضا والمعرفة وإنتاج المعرفة بحاجة إلى ذكاء يعني من نوع خاص. أيضا كتير بنستضيف أستاذ مفلح أطباء مثلا في الجامعات أو مهندسين لديهم منتج أدبي رائع، فيعني أبدا مش غريب بجوز هذا. يعني أنا بعتقد أنا يعني أعتز بدراسة الهندسة، يعني لا أتخلى عنها، أنا تخليت عن الوظيفة فقط. يعني الهندسة التخصصات العلمية تهذب التفكير، تعطيك نمط في الحكم على الأشياء مختلف عن أي تفكير آخر. الهندسة خاصة في الكتابة تعطيك هندسة الكتابة، معمار آخر طبعاً. كيف تكون مختلف. ولهذا باعتقادي أنه التفكير العلمي ضروري للخيال الأدبي والإبداعي، بالتأكيد. يكون هناك عطاء مختلف. ولهذا باعتقادي أنه هناك كم كبير من الأطباء ومن المهندسين درسوا هذه العلوم ولكنهم أبدعوا في كتاباتهم من شعراء أو قصة أو رواية أو حتى فنانين تشكيليين أو غيرها. نعم. موسيقيين. حكيت عن هذا التكريم أنه هذا مهم في بلدك، وعن جد له طعم ومذاق خاص. أنا بعرف الكل يعني عندما يكرم داخل الوطن بيكون بيشعر بالسعادة، وخصوصا من يعني الناس المحيطين فيه. ماذا عن التكريم والله يعطيك طولة العمر أستاذ مفلح، وهو الواحد يعني يتم الاعتراف فيه وهو في أوج إبداعه وفي أوج عطائه الإبداعي؟ يعني الآن بدأ الطرفة في الموضوع كانت أنه عندما اتصلت في الزميلة والصديق المبدع بسمة منصور قالت لي أنه أنت شخصية الملتقى هذا العام، فقلت ان شاء الله ما يكون فعل غياب، يعني لانه نحن متعودين على ان فعلا لا يكون هناك التكريم الا حينما يرحل المبدع. نعم.
أو أن يكون وصل إلى مرحلة الزهايمر، عدم العطاء. إنما التكريم الحقيقي والذي يشعر بمذاق المبدأ هو وهو منتج، وهو معطي، وهو في قمة إنجازه. هنا يكون للتكريم مذاق مختلف، إن كان جائزة أو تكريم في مؤتمر أو في ملتقى أو في أي كان، لأنه هناك يعني قيمة مضافة لهذا التكريم في أنها يقف المبدع أمام مسؤوليته، فإنه كرم على عمله وعلى إبداعه، عليه أن يعطي أكثر، عليه أن ينجز أكثر، خاصة إذا اقترن الموضوع بأنه أصبح هو شخصية عامة ونموذجا. حين يتم التكريم يكون هناك حافز للشباب، لجيل كامل، فإنه هذا الوطن كريم، هذا الوطن معطاء، هذا الوطن يقدر الحياة. نحن لا نريد، نحن نريد أن يكون هناك تقدير للموت، للغياب، لا. نريد أن نكون هذه الطاقة الإيجابية، هذا الفعل الحقيقي يكون لإعلاء من قيمة الحياة، من قيمة العطاء، من قيمة العمل والإنتاج. ولهذا هذه قيمة التكريم المبدع في أوج عطائه. هذا وطن يعترف بأبناء المبدعين. يعني لسه كنا عم نحكي إحنا ومعالي الأستاذ الدكتور محمد حمدان عن الورقة النقاشية السابعة وأهمية التعليم مثلا، والإيمان بدور الفرد الأردني بعقله يعني وبإنتاجه وبإبداعه، هذا مهم. الوطن عندما يعترف بأبنائه فهذا فخر كبير يعني لأي مبدع أكيد، وهذا يعني أنا النقطة يعني في ذات السياق يعني نحن المبدعين في الأردن وهذا الوطن استطاع بإمكانات بسيطة، يعني حين يرجع إلى ذاكرة الأردن ذاك إمكانات بسيطة، تأسيس المدارس، تأسيس التعليم، تأسيس كل الأشياء هذه، إمكانات بسيطة استطعنا أن نخلق منها هذا الوطن النموذج. ولهذا باعتقاد أنه كل مبدع في هذا الوطن هو منارة تشع، وهو سفير حقيقي بالفعل لهذا الوطن في الخارج. بالفعل لدينا نماذج كثيرة يعتد بها، وحقيقة هم سفراءنا الحقيقيين في الخارج. احنا لما بنحكي كمان عن التعب وعن المشقة وعن الإبداع بنحكي برضو عن موسوعة القرى الأردنية. نعم. بوح القرى، هذا الكتاب الجزء الثالث منه. نعم. اللي انت سحقيت عليه يعني جائزة جامعة فيلادلفيا. هذه ليست موسوعة علمية مملة، يعني هذه عبارة عن رصد للمكان الأردني برومانسية جميلة وبطريقة أدبية رائعة وبوجود معلومات جدا مهمة للباحثين أيضا. معليش تحكي لنا عن رحلتك في هذه الموسوعة أستاذ مفلح، يعني في الجزء الأول والثاني. الظاهر يعني اللقاء هو يعني هو راح يكون سلسلة من الشكر، يعني أبدأ بالشكر هنا لجامعة فيلادلفيا على هي جائزة أفضل كتاب. نعم. من ضمن جوائز جامعة فيلادلفيا، وهي نموذج في العطاء الثقافي هذه الجامعة من مؤتمرات وجوائز. صحيح. وغيره. هذا المشروع، مشروع بوح القرى موسوعة القرية الأردنية، هذا المجلد الثالث. وفي هذا الاستوديو قدمت المجلد الأول 2008 نعم والمجلد الثاني 2010 وهذا المجلد صار 2016. موسوعة القرية الأردنية هي رمز رسم بالروح والوجدان للمكان الأردني، وهي ليست تقديم رومانسي لهذا، هي ليست جولة سياحية، هي تقديم الأردن، كل هذه القرى الأردنية، تاريخها، جغرافيتها، تاريخ الشفوي، أناسها، أوائل الأشياء فيها كيف تكونت، من خلال زيارة ميدانية لها، الجلوس مع كبار السن في هذه القرى، بحث علمي دقيق في كل تفصيلة من التفصيلات الموجودة في هذه القرى، تصويرها، المعمار، أقدم بيت، أقدم دكانة، العشائر، الأبناء، قصص النجاح فيها. نحن نتحدث حول رسم حقيقي، إعادة كتابة حقيقية لهذه القرى. أنا حتى الآن زرت 300 قرية في الأردن، وكانت من خلال مشروعي اللي نشرناه في على مدار 10 سنوات في جريدة الرأي بصفحة بوح القرى. كل مجلد من هذه المجلدات يحتوي على معلومات كاملة ووافية عن 30 قرية.
فحين نتحدث عن 300 قرية نحن نتحدث عن 10 مجلدات على الأقل، دون بعيدا عن القصابات بعيدا عن المدن، نحن نتحدث حول قرى من الشمال إلى الجنوب، نعم. شرق غرب، مدن الصحراء، مدن النهر، مدن اليرموك، مدن الجنوب، وادي عربة، نعم. نحن في هذا الكتاب، والذي أثراني جدا لأنه في بعض القرى لم يصلها إلا المستشرقين في أوائل القرن الماضي. أنا كنت أشير لهذا الموضوع والله يا أستاذ مفلح. مثلا تكتب عن أي مكان، عجلون مثلا على الإنترنت، على شبكة الإنترنت على سبيل المثال، بيطلع لك إما أنه هذا حديث على لسان مستشرق، أو بيطلع لك معلومات علمية جغرافية مثلا على الويكيبيديا، ما في حدا رصد المكان بهذه الدقة والتفصيلية، يعني بهذه الطريقة. أعتقد أنه هذه أهمية هذا العمل. إذا العمل يعني، وحين أتحدث وأنا لدي شواهد يعني في القرى وفي الأماكن، نعم. هناك بعض القرى التي يرجعون عنها وبعض الأماكن التي يرجعونها اختفت، يعني تفصيلات يتحدثون عنها في هذه القرية مثلا اختفت وغير موجودة، هناك معالم جديدة وجدت في هذه القرية، ونحن نتحدث عن قرية ليست هي تلك القرية التي في أوائل القرن الماضي، نعم. نحن نتحدث عن الآن بعض القرى هي بين القرية والمدينة، أيوه. بعض القرى تم التخلي عن مبانيها القديمة التراثية، وهذا جرح أيضا نتحدث فيه عن بعض هذه القرى. بعض القرى آتي إليها في بداية السنة وأعود إليها في نهاية السنة، أجدتها مختلفة كليا. إذا كنت تتحدث عن فترة زمنية 6 إلى 7 سنة تتغير هذه القرية، فما بالك في مرور 100 سنة على القرية التي كتب عنها في تلك الفترة. يعني هذا وباعتقاد أنه هذه يعني هناك دور حقيقي يقوم على الجامعات وعلى الكليات التاريخ والآثار والجغرافيا في إعادة كتابة هذه القرى والبحث فيها ومستجداتها. قد يتم الاسترشاد بالموسوعة أيضا، يعني هذا جهد ميداني، جهد عاطفي أيضا، يعني أكيد ذهني وثق كل هذه الأمور اللي لها علاقة بالمكان الأردني. ريت معي وقت أطول أستاذ مفلح، نحكي كثير عن تجربتك الإبداعية لن تتسع بفقرة، وألف مبروك، كل هذا التكريم تستحق، وإن شاء الله القادم دائما أكثر تألقا. شكرا لي وشكرا على هذا اللقاء، وإن شاء الله نكون نستطيع نقدم الأفضل للوطن وللثقافة في هذا البلد. نحن كلنا ثقة يعني أستاذ مفلح، شكرا جزيلا، شكرا على الإهداء كمان لهذه الموسوعة القيمة، وبنشكر وجودك معنا هذا الصباح. شكرا جزيلا، وإحنا بعد فاصل قصير جدا بنرجع لكم ومنتابع بقية فقراتنا.